وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في قناتكم جلوبال. قبل البدء لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. لقي شخصان حتفهما وأصيب 22 آخرين بجروح اليوم الثلاثاء في حادث اصطدام العديد من المركبات في برج بوريريج. وحسب المعلومات المتوفرة من الحماية المدنية فإن الحادث وقع بالطريق السيار شرق غرب في مقطع صدرته عند تغروت. ووقع الحادث نتيجة اصطدام بين 8 سيارات و7 شاحنات و8 عربات بسبب الضباب ونقص الرؤية. ليصلكم كل جديد لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا. دمتم في رعاية الله.